لابد من حراثة الأرض العراقية من بذور الفساد، فالأرض جفت والزرع مات والفساد اعتاش على عقود وزارة الزراعة لسنوات طويلة. يعي الكاظمي ذلك، هو كعراقي يعلم أن لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع، وعيب على بلاد النهرين أن تبيع نفطها مقابل أن تتسوق خضرواتها وحنطتها وشعيرها من كافة أنحاء العالم. وبلاد الرافدين يجسد بربوعه ونجوعه ثروة زراعية ربما ليس لها مثيل في المنطقة. هنا يترجل الكاظمي بعد رؤيته مخازنا للحنطة أثناء تجواله في كربلاء، فهو يعي جيدا ما يراه، وهذا ما حدث. معقول خزن في الطريقة؟ والله استاذ هو الخزن عمودي. هاي نسبة شوابها ما تتعدل. بس ما يخاف، شنو قيمة هذا النوعية الجيدة بهذا الخزن؟ والخزن بهالطريقة البدائية. سائل المعدني، شو سائل المعدني رئيس الوزراء، هذا سائل المعدني اللي قلت لك عليه. والله جريمة هاي. اي والله جريمة. والله استاذ ذهب مصفط، ذهب ذهب يعني. هاي يعني التمر تستاهل ان نبني لها سائل ومعدني 200 ألف طن. هذا جهد الفلاح وعرق الفلاح وتعبه، وبعدين في النتيجة أريد تقرير. ما حصل في هذا الموضوع في هذا السالفة، ليش هذا تعطل وليش عندنا هذا الخزن؟ أريد نتيجة خلال أسبوع طول التقرير. وهنا جانب آخر من تلك الزيارة يتضمن توجيهات مفعمة بالإصرار للإصلاح، بالتأكيد ستطلق العنان لمعركة قادمة قد تكون بصدى كبير وبمنعطف خطير لإصلاح الواقع الزراعي. الاعتماد على النفط كان تجربة فاشلة، وخلت الدولة والحكومات في إحراج دائم. العراق ما زال لحد هذه اللحظة يحاول أن يعتمد على النفط بنسبة 95%، هذا انعكس على توفير السيولة عندما تعرضت أسعار النفط للانهيار. الآن عندنا خطة إصلاحية، خطة الورقة البيضاء لإصلاح النظام المالي والإدارة بالعراق حتى نتجاوز ونتحاول نتحرر من عبودية النفط. القطاع الخاص، الزراعة يجب أن تأخذ دورها في بناء العلاقة الاقتصادية المالية في العراق والعلاقة مع المجتمع. إذن شخص الرجل بتلك الكلمات ما كان غائبا عن أصحاب القرار في السابق، التخزين سيء والدعم الحكومي رغم صرف المليارات معدوم وتوزيع المياه على المساحات الزراعية غير مدروس، بيد أن الإصرار على الإصلاح قادم لا محالة.